الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه المبعوث رحمة للعالمين، ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الابتلاء سنة ربانية، يقول الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله عز وجل يبتلي من شاء من عباده بما شاء من الضراء والسراء، فمن صبر ورضي فله الرضا، ومن تسخط فعليه السخط. الله عز وجل إذا قضى قضاء يحب أن يرضى عن قضائه. قال أبو الدرداء رحمه الله: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. ومن فقه المصيبة أيا كانت أن يعلم المؤمن أنها خير إذا صبر واحتسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وكلما عظمت المصيبة عظم الأجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول: أسألك الرضا بعد القضاء. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يوصيه وصية جامعة موجزة، فقال: لا تتهم الله في قضائه. قال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى بقضائه. فلا بد أن نرضى بقضاء الله عز وجل، وأن نصبر على المصيبة أيا كانت، ولنعلم أن أشد الناس ابتلاء الأنبياء، فالأمثل فعلينا أن نرضى بقضاء الله عز وجل، ولنعلم أن ما يصيب المؤمن من ضراء هو خير له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كل ذلك للمؤمن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أيها المؤمن، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيما، وابتلاه الله عز وجل في أولاده في حياته، وكثير من الابتلاءات للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصبر. وأيضا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ضربوا لنا أروع الأمثلة في الصبر على الابتلاء. فسيدنا أبو عبيدة بن الجراح مات بالطاعون، وغيره كثير. فما يصيب المسلمين اليوم من مرض كورونا لا بد أن يصبروا ويحتسبوا ويلجأوا إلى الله عز وجل بالدعاء، ويلحوا على الله عز وجل في الدعاء أن يكشف عن الأمة هذه الغمة. اللهم اكشف عن الأمة هذه الغمة. أسأل العلي القدير أن يجعل هذا الابتلاء رحمة بالمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.